أهل دمشق أكثر ناس حبينا هالمهنة وأتقناها وحبينا الفن بيها، حبينا نحمل تراث من أجدادنا لأبنائنا. بالعالم كله أهل دمشق هن الأول بهذا المجال. اسمي محمد قلاع من غوطة الشرقية أبو رامي، عمري 43 سنة، صلي بهالمجال 29 سنة، بشتغل الفن الدمشقي، ولقبي هون بين الشباب شيخ الكار. أنا تعلمته كنت أشتغل مع عمي بالمنشأة، اللي بشوفها هيك بقول يا لطيف شو صعبة، اللي هي كبداية إذا بلش بيها الواحد من أولها بلاقيها كتير سهلة جدا جدا. كل قطعة إلى هندسيتين أو ثلاثة، كل قطعة شلون؟ بنقص أول شيء ميل، بعدين بتنحدف القياس اللي بدك إياه، عيار مثلا 45 67 22 ونص 57 مثلا شلون 37 شلون؟ هاي القياسات احنا بنقول لهم بنصدم هون بالمصلحة تبعتنا العامة. كل قطعة بتختلف عن اللي قبلها بقياساتها، كل وحدة إلى عيار شكل. أنا بجي هون الساعة 8 الصبح بطلع هون الساعة 8 المساء. هالمهنة بدها وقت طويل، بدها عمل وقت طويل بدها حتى تصير في إنتاج. انتشر بالشام أكثر شيء بالغوطة الشرقية، انتشر كمعلمين مهنة بالغوطة الشرقية. دعتي تقريبا فيها شيء 80 أو 90 معلم من هالمصلحة هي. أما كموزعين أو كذا كل سوريا قاطبة تقريبا. الرخام اللي موجود بالنافورة تقريبا شيء 6-7 أنواع. في عندك أخضر هندي، ليلكي، إليكنتي إسباني، تركي، رخام تركي من تركيا، أسود حلبي، عرفت شلون؟ أصفر رحيباني، دول مشهور من الشام، أحمر لادقاني كمان فيها، عرفت شلون؟ يعني فيها تقريبا من 6-7 دول الرخام. إجباري بيكون اختلاف الألوان بين بعضها، بين قطعة والتانية، كل قطعة إلى قياسين، قياس داخلي وقياس خارجي. تتألف النافورة الواحدة تقريباً من 4000 إلى 5000 قطعة. إحنا بنطلع منا نوافير وأرضيات، خط عربي، لوحات مثلاً ديكورات، أسلوب مثلاً جدارية، خط عربي جداري، أسلوب شلالات. قديماً كان الوضع مستقر مثلاً على أسلوب من ناحية العمل، كان كل إنسان يحط تحفة مثل هالتحف، إن كان أرضية أو خط عربي أو يحط نافورة. هلأ سبحان الله اختلف الوضع، عرفت شلون؟ أكثر معظم الناس يعني عم قدرة مادية ما في. هلأ اللي بده يحط تحفة من هالتحف ببيته بده يكون هناك يعني مدخوله قد حق نافورة بنهار واحد مثلا. هلأ التكلفة المتر المربع الأرضية تقريبا شيء 60 دولار، بياكل عمل تقريبا مع شخص مثل حكياتي شي نهارين، معاشي منه مثلا الثلث بيطلع لي. وبالنسبه للنافوره او الشلال كل وحده لها سعر، يعني مثلا النافوره متر بمتر حقها 350 دولار، عندك متر و20 متر و20 450 دولار تقريبا، كل ما طلع بيغلى سعره وكل ما نزل بخف سعره. هلا بالنسبه لنا في هون الحمد لله في يعني عمال كثير بيشتغلوا بهالمصلحه بهالمجال هذا. إن صار طريق خارج إن هاي المصلحة ما بتهدى نهائياً، في إلى طلب خارجي، إلى طلب كثيف خارجي، بس إحنا بنتمنى إنه يصير استيراد وتصدير لهالمنتجات هاي.